أهلا بكم في النشرة الاقتصادية. تستعد البحرين لاستضافة مهرجان البحرين للتسوق في نسخته الثانية تحت شعار البحرين تتسوق، في احتفالية عائلية مليئة بالمفاجآت لتكون الحدث التسوقي الأكبر على مستوى المملكة. وتحتفي فعاليات المهرجان بالجوانب المميزة في المملكة من تراث وضيافة وسياحة عائلية على مدار 30 يوما، وستنطلق أولى فعاليات المهرجان في 24 من ديسمبر المقبل. هذه المبادرة التي تطرحها تمكين تأتي لتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص من أجل تحفيز قطاعي التجزئة والسياحة في المملكة، كما يسعى المهرجان إلى اجتذاب المتسوقين من المملكة والدول المجاورة للاستفادة من عروض التسوق المتميزة والاستمتاع بتجربة فريدة من المراحل العائلي. عندنا مهرجان تسوق اللي القطاع الخاص كان يرغب له، وطبعا احنا لنا دور اساسي في دعم النشاط الاقتصادي في تمكين، واليوم لله الحمد تشوف شراكة قوية بين جميع مكونات القطاع الخاص، ان كان وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. فالغرفة يعني سعيدة جدا ان يكون لها دور في تسويق وفي التعاون، وبما أن الغرفة هي تمثل أصحاب المحلات التجارية أو التجار في البحرين، فلا بد أن أيضا يكون لها دور في التعاون مع تمكين لإنجاح هذه المهمة.